الشرك هو أن نعبد الصنم أو أن نعبد الحجر. ليس هذا فحسب، ربما هذا من عادات وتفاهات المجانين. يعني أي واحد حتى من المشركين لا يعلم أن هذا الحجر لا ينفع ولا يضر. لكن لما سألتهم، لو سألت مشركا في مكة عن من الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الكون كله، ما الذي سيقول لك؟ هذا مشرك يعبد الأصنام، وهذا مذكور في القرآن في غير آية، ليس آية واحدة، كثير من آيات. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي آية ليقولن خلقهن العليم الخبير. دائما يقول لك الذي خلق الكون هو الله، هذا منصوص في القرآن، هؤلاء المشركون. لكن أثناء التطبيق والفعل ما الذي يفعلون؟ يتقربون إلى الله بعبادة الأصنام والمخلوقات، ويقولون أنهم لا يفعلون ذلك إلا ليقربوهم، يعني لتقربهم هذه الآلهة المصنوعة إلى الله، ليقربهم إلى الله زلفى. هم يأمرون، هم يعترفون بأن الله هو المتصرف والمدبر في الكون، لكن يعبدون مع الله مخلوقات أخرى، ويظنون أنها القدرة النافذة في جلب الضر أو النفع، في دفع الشر أو جلب الخير. وهذا هو الشرك. الشرك دائما بمعنى من الإشراك، يكون بين اثنين، تعبد مخلوقا مع الله، أو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا هو المثل المعروف. لذلك نسمع عن الجاهلية مشركون، مشركون لأنهم يعبدون مخلوقات غير الله. هذا النوع غير موجود تقريبا بهذه الصورة، لن نجد مكان فيه أصنام، يعني بين المسلمين، أتحدث عن المسلمين ولا أتحدث عن غيرهم. يعني لا يوجد مسلمون وضعوا أصنام وهم مسلمون يسجدون إليه. لكن توجد تمظهرات أخرى للشرك، ما دام أن معنى هو أن تجعل مخلوقاً مع الله، تشرك مخلوقاً مع الله، ذاك هو الشرك، إشراك مخلوق مع الله في قدرته، في مشيئته، أو في تصرفاته، أو في أفعاله، أو في صفاته. لأن الله نقول أحد، أحد متفرد في صفاته، في أفعاله، لا تتحكم فيه السنن الكونية ولا النوامس، هو خالقها، ليس كمثله شيء. الله ليس كمثله شيء، كل ما سيدور في ذهنك فليس شبيهه، ليس كمثله شيء، لأن ما يدور في ذهنك هي صورة رأيتها أو مخلوق تستطيع أن تركبه في ذهنك، وهو ليس له شبيه ولا مثيل ولا نظير، وهو السميع البصير. ليس هذا هو الذي يهمنا أيها السادة، ليس هذا هو الشرك الذي يهمنا، هذا التمظهر. لكن الذي يهمنا التمظهرات الموجودة في واقعنا، في الأفعال. على سبيل المثال للحصر، وقد ذكرت ذلك، نبدأ بالحلف بغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي حديث فقد أشرك. لأنك عظمت مخلوقا فرفعته إلى منزلة الخالق، فأقسمت به، بمعنى حلفت به. النبي يقول: من حلف بغير الله، أيا كان، سواء حلف بالقرآن أو بالكعبة أو بمخلوق أو بولي أو غير ذلك، فقد أشرك أو قد كفر. وهذا يسمى الشرك الخفي. والنبي أخبر في حديث أن ثمة شرك خفي، يعني لا يظهر للناس. الناس ربما قد يظهر لهم الصنم أو تمثال يعبد، لكن في الأفعال قد لا يظهر له تمظهرة الشرك.
فقال عليه الصلاة والسلام أنه خفي أخفى من النملة السوداء، يعني أخفى من النملة في الصخرة السوداء في ليلة مظلمة، يعني قد لا ترى. هو في الأفعال مثاله ما ذكرناه الآن. كثيرا ما تسمع من يحلف بالقرآن ظنا منه أنه أحلف بشيء مقدس. نعم القرآن مقدس، لكن لا يجوز أن نحلف به. حتى ورد عن واحد من الصحابة رضوان الله عليهم قوله: لا أن أحلف بالله كاذبا، أن أحلف بالله كاذبا أهون من أن أحلف بغير الله صادقا. معنى الكلام يعني أن أحلف بالله، بالله أقسم بالله في فعل كاذب، هذا أهون من أن تقسم بغير الله صادقا، أهون من أن تقسم بغير الله صادقا. لأن قلنا دائما أن تحلف بغير الله أنك رفعت هذا المخلوق وعظمته لتجعله في منزلة الله، وحشى الله عز وجل أن يكون أحد في منزلته أو أن يكون أحد شريكه ونظيره ونيته. هذا مظهر. لذلك كان عند العرب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحلفون بالكعبة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. لأن أن تقول والكعبة والقسم فتقسم بالكعبة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بدله أن تقول ورب الكعبة. فكان من مظاهرها أيضا أنهم يقولون مثل ما نقول عن موعد وغير ذلك، نقول إن شاء الله وشاء فلان وشئت، يعني إن شاء الله وشاء فلان وشاء فلان، أو أقول لك إن شاء الله وشئت، فتجعل مشيئة الله ومشيئة الآخر سيان متلازمتان، والكون لا يكون فيه ما شاء فلان وإنما يكون فيه ما شاء الله. لذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له هذه العبارة في كلام، فقال له: ما شاء الله وشئت. وشاء من؟ وشاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال له النبي: أجعلتني لله ندا؟ مع أن النبي من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم بمنزلته ومكانته إمام الأنبياء، ومع ذلك قال: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله شريكا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صلح غلطه بمفهوم صحيح، وهو ماذا؟ أن نقول: ما شاء الله ثم شئت أو شاء فلان. ثم، لأن ثم تفيد ماذا؟ أي أن مشيئة الثاني تابعة لمشيئة الله، لن يكون إلا ما شاء الله. لكن أن تقول ما شاء الله وشاء فلان بواو العطف، أي أن المشيئتان سيان، يعني لن يكون في الكون إلا ما شاء الله وما شاء هذا المخلوق، كأن لهذا المخلوق مشيئة وإرادة في الكون تحدث، وهو شرك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المظاهر وإن كانت كلاما، لأن من فلسفة الإسلام أنه إذا حرم أمرا ما واستقبح فعلا ما فإنه يغلق كل المنافذ التي تؤدي إليه، كل الطرق التي تؤدي إلى الشرك فهي حرام، ليس فقط الشرك، لأن منظور الإسلام مبني على هذا المبدأ: إذا حرم أمراً ما فإنه يحرم كل الطرق المؤدية إليه، ليس فقط الأمر، هناك ما يسمى بالحركة التسبيقية قبل أن يقع الفعل. لما حرم الإسلام مثلاً الزنا، لم يأتي الإسلام وحرم الزنا فقط، وإنما حرم كل الأمور التي تؤدي إلى الزنا،
فحرم قبل ذلك النظر المحرم، وأمر في ذلك بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، لأن ثمة جريمة كبرى. كان فاحشة ومقت، الزنا فاحشة ومقت، لما كانت بهذه الخطورة الإسلام أخلق كل الأبواب، فحرم النظر، فحرم كل الأمور التي من شأنها أن تجيش الغريزة الجنسية في الطرفين، فحرم على المرأة أن تخرج متعطرة إلى المسجد، وحرم الاختلاط، وحرم خلو الذكر والأنثى، لأن هذا الأمر يؤدي إلى فعل، ليس هذا الأمر هو المستقبح الآن، وإنما ماذا يؤدي، وما دام يؤدي إلى منكر فهو منكر. عندما نعود إلى الشرك، والشرك أعظم الجرائم، إن الشرك لظلم عظيم، ذاك وصفه الله عز وجل، قال إن الشرك لظلم عظيم، بل أخبر جل جلاله أنه لا يغفر هذا الجرم، هو جرم كبير، ليس فقط الذنب اليسير، هو جرم كبير من الكبائر، رأس الكبائر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، الإشراك بالله. وهنا قال الله ما دام أنه ظلم كبير، قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك قلت لكم هو أصل الجرائم، لذلك الله لا يغفر له، لا يغفره ويغفر ما دون ذلك، يعني كل الذنوب الأخرى تكون أقل منها، من هذا الذنب الكبير، أقل من الشرك، ويغفر ما دون. من مات على الشرك دخل النار والعياذ بالله، من مات على الشرك دخل النار. لذلك قال الله أن سبب الحبط الأعمال هو الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني واحد قد يعمل عمل طاعات، عمل عبادة، صلاة، زكاة، حج، لكن فيها شرك، عمله كله يذهب هباء منثورا، يحبط. والشرك نوعان، أكبر أن تجعل لله ندا، والشرك الأصغر هو الرياء. ذكرت مرة الرياء، أنه يفعل المرء عملاً صالحاً لكن لا يريد به وجه الله، يريد به وجه فلان، يريد المصلي أن يمدح الناس، أن يمدحه الناس أنه مصلي ورجل صالح، ويريد المتصدق أن يقول الناس بأنه محسن. لذلك حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كريم العرب الذي كان يكرم الناس، محسن، لكن يفعل ذلك من أجل ماذا؟ أن يمدحه الناس. فلما أسلم ابنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يصنعه أبوه في الجاهلية، لأنه مات طبقا في الجاهلية، أنه يكرم الضيوف ويكرم الناس، إحسان وإكرام وكرم وجود، طبعا من أخلاقنا، لكن ينوي أن يمدحه الناس، فحصل له ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمل بفعله قد حصل له. هو يريد ماذا؟ أن يمدحه الناس فقد مدحه، وإلى يومنا هذا يضرب به المثل في الجود والكرم، يعني حصل له ما يريد، لكن ليس له جزاء، لأنه لم يكن يريد بذلك العمل وجه الله. إذن قلنا الشرك الأصغر هو الرياء، أن يفعل المرء عملا صالحا، لذلك الله قال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. عملك كله الصالح إذا وقعت في الشرك ليحبط، والله عز وجل يوم القيامة يقول للمرائين في أعمالهم اذهبوا إلى الذين تراؤونهم
هل ستجدون عنده جزاء؟ لأنه ما كنت تراقب الله وإنما تراقب مخلوقا آخر من أجل المدح أو الثناء أو غير ذلك. وهذه هي التمظهرات التي قلنا من الشرك الموجودة والمنتشرة، الرياء. ومن الشرك الخفي أيضا الذي لا يفهمه كثير من الناس، يقع في الدعاء، فتجد الناس يستعينون بالأولياء أو بالصالحين أو حتى بالصحابة أو بأهل القبور في دعواتهم، يستغيثون به، يقدمون أيضا ربما الذبائح. عندنا الذبائح تقدم للقبور، ذبائح تساق وتذبح على القبور، ما نسميه بالأولياء إلى آخره. هذه مظهر من مظاهر الشرك. يكفي حديث واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح لغير الله فقد كفر. لأن الذبائح والقربات والطاعات أن تكون لله، والله موجود في كل مكان، فلماذا نسوقها إلى القبور وإلى الأضرحة؟ حتى إذا كان في نيتنا عمل آخر، الصدقة أو غير ذلك، فلماذا لا نتصدقها في أماكن أخرى، فيه الفقراء، فيه المساكين، تذبح على القبور ويتقرب إلى أهل القبور. فتجد يعني عند الشيعة مثلا يستنجدون بيا حسين، وتجد عندنا مظهر آخر بما فيه حتى الأولياء وحتى الصحابة، فلماذا؟ لأن هؤلاء مثل ما قال الله: ما هم إلا بشر أمثالكم. هؤلاء كلهم بشر لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الغرائب أن أهل القبور يحتاجون إلى الأحياء وليس العكس. أهل القبر الآن أو المقبر هو أشد حاجة إليك، هو الذي يحتاج إليك. نحن نذهب إليه ظنا منا أنه يملك لنا نفعا أو ضرا، هو يحتاج إلينا فنذهب إليه ظنا منه أنه نحتاج إليه. يحتاج أن نستغفر له، يحتاج أن ندعو له. عملنا يصله، يعني ثواب صدقتنا تصل المرحوم، تصل الميت، دعواتنا تصله، لكن لا شيء يصلنا من عنده في الآخرة، لأن تلك الدار ليست دار عمل. انقطع كل شيء، رفعت الأقلام وجفت السحب، ونحن في دار عمل. إذن القبر يحتاج أن نستغفر له وأن ندعو له. ذاك منهج النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمر أمام القبور، يسلم عليهم ويستغفر لهم ويدعو لهم، وكان يستغفر لأهل البقيع. ولكن ما كان أحد من الناس مرة يستنجد بالقبر. الآن عندما تذهب إلى أوطاننا تجد أن عندنا أضرحة، كل واحد متخصص في قضية من القضايا. واحد زيارته تشفي الأمراض، وواحد يعطي الولد للعقيم، وآخر كل اختصاصات الله عز وجل وزعناها على الأضرحة. أي شرك هذا؟ أي خرافة هذه؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أهلاه مع الله، هذا ما قاله الله، ومع ذلك يقول لك إن في مكان معين ولي صالح من زاره برئ من مرضه، وكل مرض معين له مكان معين، إلى درجة أننا أضرحة أهلها يقال أنهم من الجن. يا سبحان الله، ومتى كان الجن يدفنون مثل بني آدم ولهم قبور؟ غريب وعجيب.
لذلك أيها السادة، إن الجاهلية الجهلاء لا تزال في الأمة ضاربة أطنابها. لما تجد مثل هذه التمظهرات في أوطان المسلمين، هذه السخافة، هذه الأغلال، هذا الضلال، جاء الإسلام ليحاربه، جاء من أجل تحرير العقول، فبدأ باستعمال العقل والمنطق في نقد الأصنام. قرأوا قصة إبراهيم الذي يقوله لأبيه: أتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني؟ ذاك ما ينطبق على الصنم ينطبق على المقبور، لا ينفع ولا يضر. لذلك أيها السادة، ما زال الناس يتقربون القربان إلى الأضرحة، بل من الأمثلة المنتشرة عند الناس: إذا أعيتكم الأحياء فعليكم، أو الأمراض فعليكم بأهل القبور. يا سبحان الله، يعني إذا لم تجد حلاً لقضية من القضايا، لمرض من الأمراض، لمشكلة من المشاكل، فارتضحن إلى الأضرحة وإلى القبور. يعني هذه الخرافة وهذه العقيدة المبنية على الجهل والخرافة ربما لم تكن عند الأولون من المشركين، لم يكن عندهم هذا الأمر كله. لذلك حتى الإمام السيد قطب لما ألف كتابا سماه جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن العشرين، ثم جاهلية جديدة، لكن هي جاهلية، لأن الأولون عندهم جاهلية بأساليب مختلفة، الآن هي نفس الجاهلية لكن بوسائلنا، بأدواتنا، بتغيير، بمفاهيمنا، بمصطلحات جديدة، لكنها هي جاهلية في أولها. الآن نعيش زمن التكنولوجيا، زمن الثورة التقنية، زمن المعلومات، ومع ذلك في وسط هذه الحضارة نعيش في شرك وجاهلية. من أمثلة ذلك ما الذي تجده؟ ما الذي تقرأه الأمة الإسلامية؟ الغريب والعجيب الآن أن نجد هذه الخرافة منتشرة في أهل الإسلام ولا يوجد مثلها في غير المسلمين. عجيب أن تجد كل شذ وفذ من القبائح منتشرة بيننا في عصر هذه التطور. ما الذي نقرأ؟ في مواقع التواصل الاجتماعي، في جرائد، مجلات، يا إما أكبر المبيعات كان في وقت من الأوقات في الدول الإسلامية هي تفسير الأحلام. أكثر المبيعات، هذا قبل وسائل التقنية، هذا في أواخر التسعينات، كان أكثر المبيعات تفسير الأحلام. بعدها الآن هناك جرائد ومجلات ومواقع، ما الذي يتصفح فيها؟ الأول في أوطاننا يصفح ويقرأ كل يوم هو الجانب المتعلق بالأبراج. الأبراج الغريب العجيب، نسمع هذه الأيام من يتحدث عن برج النبي صلى الله عليه وسلم، لم نسأل بعد عن أصل هذه الأبراج، ما الذي يعنيه؟ طبعا البرج كائن، الأبراج هي الكواكب أو الفلك، هذا هو البرج في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي معروف، والله وصف بها النجوم، وصف ذلك وزيناها للناظرين، وصف الأبراج يعني نجوم وأفلاك موجودة في الكون. لكن الأبراج التي نقرأها، يعني انطلاقا من تاريخ ولادتك تستطيع أن تقرأ صفاتك، وتستطيع كل يوم وكل الشهر أن تقرأ مستقبلك، تستطيع اليوم أن تعرف ما الذي سيحصل لك خلال هذا العام. فثمة أبراج تتحدث عن الشهر أو عن الأيام، وأبراج مرتبطة بالسنوات، يعني بسنة ميلادك تستطيع أن تعلم ما الذي ستحمله السنة الجديدة.
ما الذي سيحصل لك في 2017 و2018؟ تستطيع أن تحصل الآن كل يوم هناك برج، ولكل شهر برج. طبعا يختلف من مكان إلى مكان، 12 برجا انطلاقا من عدد الأشهر. لم نسأل قبل كل شيء عن حكمه، هذا نوع من التكهين والدجل والشعوذة، لأنه أخبرك بماذا؟ أنا حتى هذه الأسماء لا أدري كيف أسقطوها، هناك سرطان، هناك حمل، هناك قوس، هناك أسماء أخرى لا أعلمها، وعند الصينيين أسماء حيوانات، هناك فأر، هناك كلب، هناك حمار، يعني حتى الأسماء يختلف، كل واحد له صفة معينة، يعني له صفات. هذا الإنسان إذا كان برجك كذا فيعني أن لك صفة، مع أن في يوم واحد يلد الآلاف من البشر يختلفون في اتباعهم، يختلفون في أفعالهم، يختلفون في مسارهم في لحظة واحدة، فما بالك في الأشهر. ونعود لنتأمل في القضية، ما دام أن فيه الأمر للاطلاع على المستقبل، المستقبل بيد من؟ بيد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من ذهب إلى كاهن، يعني واحد مثل ما نقول يعني يقرأ الكف، هذه المصطلحات الشعوذة التي تسمعونها وتعرفونها، يعني يستطيع أن ينبئك بمستقبلك، ما الذي سيحصل لك. الكاهن، من أتى كاهنا أو عرافا، العراف يعني الذي يدعي أنه يعلم الغيب، العراف يعلم ما الذي سيحصل لك في القادم. النبي قال: من ذهب إليه فصدقه بما يقول، يعني قد تسمع منه كلام تظن أنه منطق، ما يقوله الرجل فعلا خطوات ثابتة، أسير في ذلك النهج، فصدقته بما يقول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنك كفرت بما أنزل على محمد. ما الذي أنزل على محمد؟ أي أنك كافر بالقرآن. لماذا كافر بالقرآن؟ لأن في القرآن عشرات إن لم أقل مئات من الآيات تتحدث على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. عنده، عند الله مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم أخبر الله جل جلاله أنه لا أحد في هذا الكون في الأرض ولا في السماء يطلع على الغيب، عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، لكن ثمة أمور تحدث فيها النبي، لكن هل هو يعلمها بمحض إرادته؟ إنما أخبره عالم الغيب بها، أخبره الله، هو الذي عنده مفاتيح الغيب ويطلع على الغيب، عالم الغيب لا يظهر، لا أحد يطلع على الغيب إلا ما أخبر به الله رسولا من الرسل، مثل بعض الأمور التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكرت في الخطبة الماضية عن استشهاد عمر واستشهاد عثمان وغير ذلك، ما كان يعلم ما الذي سيحصل، لكنه أخبر عن طريق الوحي. الآن عندما ستقرأ البرج في هذه الجريدة أو تلك، في هذا الموقع أو ذاك، ستجد ما الذي سيحصل لك، يعني الآن أن تقرأ عن المستقبل. الكاتب الآن هو عالم للغيب، لأنه لا أحد من المخلوق يعلم ما الذي سيحصل غداً،
بالقريب. لكن الناس يقرؤون لأن كلام هذه الأبراج هو كلام لا يستند إلى أساس، هو كلام تافه، كل واحد يجد فيه شيء يسني به نفسه، تجد فيه معلومة كأنها تنطبق على إنسان هادي، إنسان متواضع، ذكي، تحب الخير، لكنك يأتيك بالشيء ونقيضه. هذه ترهات لا تحمل معنى ولا شيء آخر، ولكننا نصدقه، ومن صدق ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد. علم الفلك والنجوم علم مستقل لا علاقة له بهذا الأمر، علم كأنه نتحدث عن علم الفضاء مثل ما يدرسه الآخر، يدرسون الفضاء وأصنع الطائرات والصواريخ إلى غير ذلك، ونحن ماذا؟ نبحث عن العقرب والسرطان والقوس وغير ذلك، ما الذي سيحصل؟ أنا ربما أتذكر مرة أنني قرأت برج، لا أدري حتى برج، يعني البرج، لأحد أنه في التسعينات، إذا كنت في السنوات، إذا كنت من مواليد 1910، فوجدت أن الذي سيحصل لصاحب البرج في السنة الموالية في التسعينات أنه سيعيش مشاكل صحية. والله يتكلم منطقي، لأنه من ولد في 1910 إلى 90 تقريبا عاش أزيد من 80 سنة، 90 سنة. طبعا من يعيش 90 سنة لابد أن يعيش مشاكل صحية طبيعية، هذه ليس معلومة، هذه ليس معلومة، ومع ذلك يقرأ الناس هذه الترهات، لأن الأمة اليوم بلا عقل، وجاء الإسلام من أجل إحياء عقول الأمة، وكانت في جاهلية جهلاء وضلال، فأعاد الإسلام للعقل قيمته، واليوم الأمة فقدت العقل. تصلك الرسائل يقول لك انشرها، فإن لم تنشرها سيحصل لك، فإن رجلا من مكان استهزأ بها فمات ابنه وسقط في مكان وحصل، متى حصل ذلك؟ هو كتبها وكل ذلك حصل، حصل قبل أن تكتب لأنه لم ينشرها. يعني بالمنطق حتى بالعقل لا أدري كيف ستفهمها الأمة ثم ينشر، انشرها 10 مرات، لأن الذي لم ينشرها مات ابنه وسقط وحصل وحصل وحصل، يعني قبل أن يأتي الكلام حصل لهذا الرجل، وكيف أخبر بها؟ لأن لما كتبت الرسالة كتبت، وأنت تخبرني أن رجلا استهزأ بها ولم ينشرها، أو رجل رأى في المنام. اليوم الخرافة والجهل انتقلت من العامة إلى العلماء والدعاة، فبدأوا يجترون هذه الجهالة على الناس، بدل أن ينشروا الوعي والفهم للأمة بدأوا يرددون عليهم هذه الترهات، فنسمع كأننا اكتشفنا اليوم شيئا جديدا عن برج النبي صلى الله عليه وسلم. ما أكثر السافلين الذين قالوا ذلك قبل الأول، قال والله برجه الحمل، وأين من قال زمن ابن تيمية برجه العقرب، وأين من قال بالأمس القريب برجه الثور؟ فخرج كثير من المفكرون والله الشيء أخطأ، لأن النبي ولد في أبريل وليس في مارس، وهذا كان برج. ثم نختلف في تراهة، كأن اليوم الأمة مصيرها مرتبط بتحديد برج النبي، هذا الأمر الفظيع الذي لا أصل له ولا فصل، والأمة تعيش أزمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. دنس العرض والأرض والأقصى يعيش ما يعيش وقد منع،
لمدة أسبوعين، وعالم الأمة يخبرهم أن برج النبي الحمل. يا أمة ضحك من جهلها الأمم كأن الأمة علمت اليوم سنة النبي وهي تدنسها. كل يوم تحتاج من يذكرها بسنة نبيها، لا من يحدثها بخرافات وسخعبلات لا دليل لها ولا أصل ولا فصل، بل جاء الإسلام لتحرير العقول منها. واليوم أمة اقرأ تقرأ الأبراج وتشتري كتب تفسير الأحلام، لذلك تقدمت تسير بخطى ثابتة. الله أكبر، الناس درسوا علم الفلك والأبراج فصنعوا الطائرات والصواريخ وتقدموا في الحضارة، وأمة تصنع في خيالاتها أحلاماً وأوهاماً لا تمد للواقع بصلة، تبحث عن مستقبل ظاهر في مقالات الجرائد في قراءة الأبراج فيها. متى سيخبرك سعدك فيها أن القادم يحمل لك خيراً مستطيراً؟ أمة الإسلام، أحباب سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، إذا قلنا في الأول إن للشرك مظاهر كثيرة، فإن هذه الأمور كلها مظهر من مظاهر الشرك. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل يا محمد لأمتك لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، ألا فاعتمدوا على ربكم وتوكلوا عليه واعلموا أن الخير بيده والشر بيده، فإذا قدر لك من الخير شيئا فلن يمنعه أحد من الخلق، وإذا قدر لك شيء من الشر فلن يدفعه أحد من الخلق، ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله لك. الأمور بيد الله، والمشيئة والأقدار بيده جل جلاله، والآجال بيده، والأرزاق بيده، ولن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، ألا فلتطمئن النفوس والقلوب في هذه الحياة، فكل أمرنا وكل شؤوننا بيد ربنا جل جلاله. واجعلوا أعمالكم كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فصل لربك وانحر، فصل فاجعل صلاتك لربك، واجعل ذبيحتك ونحرك لربك، فصل لربك وانحر. واو العطف الذي ذكرته في بداية الخطبة، اجعل صلاتك لله، واجعل ذبيحتك لله، واجعل صدقة لله، واجعل حياتك لله، واجعل مماتك لله، وتقرب إلى الله في حياتك لتهنأ في دنياك وتسعد في أخراك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والخاتم المقتفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. وبعد، معاشر المسلمين، قد يقول قائل إن اطلاعي وقراءتي لهذه الأبراج من باب التسلية ليس إلا، وثمة حكم آخر،
فإذا كان الأول من صدق ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء، هذا الرجل لم يصدق، سأله عن شيء، ذهب إلى العراف فسأله عن شيء من أجل التجربة أو التسلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تقبل صلاته 40 يوما. وهذا في ورد 40 يوما، وليس في الخمر قبل رمضان مثل ما ذكرت في رمضان. 40 يوما متعلق بالكهان، الحديث في مسلم: من ذهب إلى عراف فسأله عن شيء، عن شيء في المستقبل، عن ما سيحدث له، عن مشكلة ما، أنت لا تصدق ما يقول، أنت ذهبت إليه، لا تقبل صلاتك 40 يوما. وأنا قلت لكم في بداية الخطبة: الإسلام إذا حرم شيئا حرم كل الطرق المؤدية إليه. لذلك لما حرم الشرك وجعله أكبر الكبائر وجعله رأس الشرور والجرائم، فإنه أغلق كل المنافذ والطرق. لذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وحرم اتخاذ القبور مساجد. ثم بعد ذلك قطع الطريق على الشعوذة والكهن والدجل، فمنع أن نذهب إليهم ولو من باب التسلية. لكنني أخبركم بشيء آخر: من يريد منكم الانشراح والاطمئنان بدل أن يقرأ الأبراج فليقرأ آية من القرآن الكريم، ففيه دواء وفيه راحة نفسية وبدنية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نقرأ المجلات والجرائد، نبحث عن الحلول لمشاكلنا. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، أولم يكفينا القرآن، أولم يكفينا القرآن الكريم، هو شفاء ودواء، هو نور للسالكين في الظلمات. هذا وأكثر دائما ودوما من الصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم بذلك المولى الملك اللطيف الخبير، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد بن عبد الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يسر أمورنا واقض حوائجنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأمن روعاتنا بمنك يا خالقنا ويا رازقنا. اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف أمراض القلوب والأبدان يا حنان يا منان. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا عالم السر والنجوى، ويا كاشف الهم والبلوى، ويا دافع الضر واللأوى، ويا سامع كل أنين وشكوى،
واقضِ لكل عبد منا من الخير ما نوى. اللهم اقضِ لكل عبد منا من الخير ما نوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.